احنا لسه بنتكلم عن المعرض وبنركز على الاعمال اللي لفتت الانتباه واشاد بيها كتير من زوار المعرض وكمان النقاد والكتاب. من ضمن الاعمال دي روايه بتحمل عنوان مقامات الغضب. الروايه دي جسدت فيها الكاتبه الدكتوره صفاء النجار حاله من الابداع. الكاتبة الدكتورة صفاء النجار لها العديد من الأعمال الأدبية والكتب الثقافية وأبرزها كتاب الدرويشة والحور العين وغيرها من الأعمال القيمة. خلينا نتعرف على كتاب مقامات الغضب. ما هي المقامات التي توجد في الغضب وإزاي فسرتها في روايتها اللي صدرت حديثا في معرض الكتاب؟ أهلا بيكي وألف مبروك على صدور الرواية. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. مقامات الغضب هي محاولة أنه الغضب ليس نوبة واحدة لكنه درجات فكأنه مقامات. هو بيبتدي في الرواية بمقام المغامرة ومقام الحيرة ومقام الترقب ومقام الترحال، فهي يعني ليست موجة واحدة ولا درجة واحدة من الغضب لكن بعض تلوينات إبداعية على حالات متنوعة من الغضب. مراحل. مراحل الرواية فيها توثيق أو كتاب فيه توثيق كده، مراحل مرينا بيها ومشاعر حسينا بيها. تكلميني بقى عن المشاعر دي إزاي يعني كتبتي اللي احنا كلنا كنا حاسين بيه. الرواية عندها بعد اجتماعي وبعد تعتبر رواية اللحظة الراهنة لأنها بتعبر عننا، بتعبر عن حياتنا، بتعبر عن لحظة الحيرة واللخبطة اللي يمكن حصلت بعد 11 يناير، بعد ثورة يناير. الناس كان عندها توقعات ما وإذا حصل إن الثورة اتخطفت وبعدين الحمد لله رجعت تاني في 13، لكن بيبقى في دايما هذا الإحساس بإن الشيء لم يكتمل، بإنه الناس طلعت له ما اتحققتش بالشكل ده. وفي ظل وجود بعض الأوضاع حتى الاجتماعية نفس يعني حتى ثورة يناير أدت إلى إنه حصل خلل ما في المنظومة القيمية، يعني فكرة إن الشخص المسؤول، الشخص إنه بقى فيه كان يعني كان فيه صورة إن أنت دايما حتى في التعامل ما بين الناس وبعضها البعض حقيقي. درجة الاحترام النهارده بقيت تلاقي أصبح في حالة من السيولة، يعني حتى كمان مع ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كلها، كل ده عمل حالة يعني الناس حتى شافت في معرض الكتاب ازاي ما بقاش بقى فيه في شكل الكاتب وبالتالي ما بقاش في شكل المسؤول ولا شكل المثقف ولا شكل الاعلامي حتى نفسه. بنجد انه اعلاميين يعني اللي هم معترف بيهم واللي هم عندهم خبره وكفاءه بتجد ان ممكن ناس في على السوشيال ميديا بيحققوا انتشار وشعبيه اكتر بكتير صحيح. مما هو من الشخص اللي متدرب والكفاءه والخبره. فاحنا انا اعتقد ان احنا في مرحله مخاض ما اللي هي انه لم يتم لا يوجد رسو، ما فيش ارض، ما فيش استقرار كامل. يعني اعتقد ان المرحله دي فيها نمو، فيها تطور، فيها تغيرات، لكن ما نقدرش نفرز ملامحها ولا نقول ان سماتها النهائيه هتكون ايه. طب بما انك اتكلمتي عن يعني مقامات الأخلاق عند المصريين قبل مقامات الغضب اللي حصلت ما بين الثورتين، بالتأكيد كان في شخصيات جسدت ده. يعني انت حطيتي ده في شخصيات، مين الشخصيات؟ ازاي تفاعلوا مع بعض؟ ازاي افرزوا مراحل الغضب اللي شفنا ان هي للأسف في بعض الأحيان افرزت أسوأ ما في المصريين او أسوأ من الأخلاق؟ كله يعني كان وقتها بحجة ان انا ثائر فزعق في اي حد او وفي وتجاوزات على تجاوزات حتى. مين الشخصيات؟ اهم الشخصيات عندي الشخصيه اللي هي تعتبر الشخصيه الرئيسيه هي شابه اروى. اروى من الناس اللي هم لما كانت ثوره 11 كان عمرها مثلا في المرحله الثانوي، فبالتالي بكل بقى مرحله المراهقه اللي هي فيها غضب وفيها تمرد على الاهل، وده جزء مرصود مهم في الروايه حتى في علاقتها مع والدتها سلوى. مساله المرحله سلوى اللي كانت عايزه تسميها منة صح كده؟ كنت عايزه اسميها منة فعلا، ولكن الاب بقى يعني هو اللي اصل اسمها منة فهي ايوه يعني منة طبعا ايوه لا فعلا حقيقه سلوى كانت عايزه تسمي منة، لكن الاب برضو حتى فكره الاختلافات اللي هو انك مجرد تضايق شخص لمجرد المضايقه، يعني لو يعني هي عايزه تسمي اسم فالزوج يسمي هي اسم مرحله المراهقه كده كده يعني بالشكل ده. اروى في مشاحنات دائمة مع والدتها ورصد في رصد كبير لمسألة المراهقة، لأن بالتأكيد يعني الأمهات كلهم بيعانوا من هذا الأمر، فحتى هي ما عندهاش يمين شمال، العلاقة متوترة جدا. فدي دي ناحية. الشخص الوحيد اللي هي متعاطف في تعاطف ما بينهم وعلاقة إنسانية الجد، ومع إن الجد رجل كان مسؤول في أحد الأجهزة السيادية في قبل ثورة 11،
لكن هو عنده هذا الحس الوطني يعني، وعنده انه فاهم مساله الاخوان المسلمين، التيارات الاسلامي السياسي، فاهم هي بتعمل ايه، وزي انه حتى ما يقدرش يتعاطف معاهم ولا يتفاعل معاهم مهما كانت مظلوميتهم. وكمان يعني الروايه بتدور في مكان في المانيال، والمانيال قريبة من التحرير. بالظبط، في شاهد كمان كان اعتصام النهضة موجود قريب، والليلة الشهيرة اللي حاول فيها الإخوان اعتصام يعني اقتحام المانيال، وقتل في ثمن يعني في ثمن شهداء طبعا في منطقة المانيال. فالجد بيرصد ده وبيشوف ده، فهي فيها كمان حتى البنت بتقول إنها بتشوف الغضب اللي الناس الفقراء الأهالينا اللي بيجوا من الأقاليم والمحافظات لعلاج في القصر العيني. دي منطقة يعني منطقة أمل، ومنطقة في نفس الوقت منطقة ألم، أمل وأمل وألم في نفس الوقت، لأنه الناس بتيجي في مرضى جايين مع أهليهم. صحيح. وبعدين أنه الناس ما عندهاش حاجة تقدمها ليهم غير أن هم يجوا بنفسهم. يعني هو ما يقدرش يساعد المريض ده غير أنه بيجي. طب تحولات شخصية أروى بقى إزاي كانت في الرواية، وعملت إزاي مقامات الغضب فيه؟ أروى عملت مغامرة، هي مسلمة تزوجت مسيحي وهو كان صديق، وهو يعني أسلم، لكن بعد فترة تقول لك أنا اتجوزت عشان ترند. يعني تخيل هو صديق، لكن هو كزوج بالنسبة لها اللخبطة اللي حصلة، اللي هو يعني هي شايفة أنه دي والدها كان بيقدم لها عرسان، فهي قدمت له بقى الصفقة بالنسبة له، يعني صفقة يعني فيها محفوفة بالخطر. لكن كان المفروض انه ده شخص اسمه فادي، شخص نبيل ويعني لطيف، لم يكن يستحق منها ذلك. لكن شوفي حتى الاختيارات، يعني ممكن الانسان يختار اختيارات غير تقليديه، ومفترض ان حتى النماذج في الحياه، احنا بنشوف النماذج اللي الزواج بين المسلمين والمسيحيات او العكس، يعني النموذج ده نموذج مستقر. أيوة. يعني انه بتبقى فيه محبه كبيره تجعل ان هو يتزوج من سيده مسيحيه مثلا. أيوة. لكن بسبب اللخبطه اللي حاصله وحاله الغضب ضد مثلا مواقف والدها، فتقدم له صفقه بدون ما تحسب حساب ده تاثيره ايه. عارف اللي دي كانت تيرنينج بوينت او نقطه تحول في شخصيه اروى، اللي كانت بتقدم نفسها انها انا الجميله الطيبه الشقيه، هي عندها تقدمها لنفسها عن لسانها زي ما حضرتك كاتباها، انها قد ايه ناعمه وبسيطه ولطيفه. وبتتكلم عن حالات الغضب، ان الغضب لازم يكون فريش او طازج، وان حالات الملل هي اللي بتقتل الغضب. يعني الغضب احنا بنتكلم في نقاط بتتحول فيها أروى بشكل الآخر كل شوية كل شوية، عمالة تعملي تيرنينج بوينتس. دي بقى مسألة تعدد الأوجه. يعني هي حتى عندها تقولك أنا عندي جهة عديدة، أنا مش حالة واحدة، أنا عندي ذوات متعددة، لدرجة أنها تقولك كل ذات بلبس لها لبس، كل ذات بتكلم بطريقة. التعدد صفحتها عندها أكتر من حساب على فيسبوك، تقول أنا بدخل أشوف، عندي حساب الحساب الرسمي بتاعها، عندها اكتر من حساب، تدخل لاصدقائها تكلمهم تشوف هيقولوا ايه، عامله حساب على شكلها جبسي الغجر، حساب تاني يعني اشكال مختلفه. عارفه عدم الاستقرار ده تعبير عن انه عدم كمان تحمل المسؤوليه. يعني انا لما يعني تاخد قرار زي ده وبعدين في فتره وجيزه لا انا لا اريد الاستمرار في هذا الزواج، دي عدم يعني هذا الشخص اللي ضحى بدينه ضحى باسرته علشانك اذا بيها لا ببساطه. وده التخلي اللي حاصل دلوقتي، الناس ما بقتش بتتمسك زي زمان بقى بالعادات والتقاليد، لان احنا في مرحله اهتزاز، فالناس بتعبر بسهوله بتطلب أروى رمزيه ايه؟ بتقول لنا ايه من خلال رمز الجيل الحالي الزد جنريشن وحاسه انه كمان اللي بعد بقى يعني لان هي ما تعرفيش هي عايزه ايه. يعني هي حتى بتيجي في الاخر بتبعت له رساله، يعني هي هو مش انا عايزه انهي العلاقه، اللي هو كانه انا انهي العلاقه بسهوله، ابتدي علاقه بسهوله، الامر سريع متغير، ما فيش الثبات، ما فيش حتى ان الانسان بيراجع نفسه، لا في حاله كده من الاستسهال. فبتقول في الاخر هي اخر الروايه بتبعت له رساله انه صديقي العزيز. يعني هي حصل كمان حوادث من المشاهد المهمه في الروايه، الحادث اللي حصل في محطة سكك حديد مصر، الحريق اللي حصل وهي وجدت نفسها موجودة وسط الناس ومش عارفة تتفاعل، هي يعني ارستقراطية متعودة انها تبقى محمية، وجدت نفسها وسط الناس اللي بيجروا من الحريق ده ومش عارفة تعمل ايه، لا عارفة لا بتساعد في الاطفاء،
لدرجه خدت سيده تساعدها توديه يعني ابنها مصاب توديها مستشفى الجلاء لابنها. قالت لها اطلبي لي رقمه، يعني الناس اللي في البلد يجوا يساعدوها. هي مش عارفه تطلب الرقم بالعربي، وده كمان الجيل او اللي هي الثقافه الاجنبيه وتعليم في مدارس اجنبيه اللي هو بعيد محمي وفي نفس الوقت بيتصرف بلا مسؤوليه. انت قلتي لي المقامات اللي عديتيها الغضب كانت كام واحده في قلنا في مقام المغامره اللي هي بتبتدي بفكره انها تقرر انها تتجوز فادي، وبعد كده عندها مقام الحيره. حلو. بعدين الترقب للي بيحصل لان هي عندها بتدير موقع اعلامي، بتشتغل، هتدخل في علاقه مع داعيه اسلامي، يعني في يعني حاله من اللخبطه وبتشوف ايه اللي بيحصل لك وهي غير مستقره. الترحال لما هي بتقول انا هسافر، انا عايزه اخد هدنه هسافر لافريقيا، تعمل افلام وثائقيه بتقدم فيها، وجدها بيقول لها طيب ما تنهيش علاقتك بفادي، يعني الموضوع مفتوح، يعني العلاقه ممكن يعني انا حتى نفسي ما اعرفش هم هينتهوا، لكن هي كون انها تفكر وتقول لا انا هسيبه، يعني هو ما حصلش انفصال، لكن هو حس بده لان هو شخص حساس، وكان يقولها انت حنونه، وازاي انها بالنسبه له مدار، وازاي انه بيحميها، يعني هو مهتم جدا بحمايتها والمحافظه عليها وراحتها، فهو شخص نبيل جدا ما يستحقش منها يعني اللخبطه، واعتقد ان هو يبقى عنده قدره على استيعاب لخبطتها وغضبها. في بناء القصه في حاجه اسمها الذروه او البيك، ذروه القصه دي كانت فين؟ لا احنا ده النمط التقليدي في الكتابه. عملت ايه بقى؟ يعني انت خلصتيها على احنا عندنا اللي هو ده، هي روايه تعدد اصوات. تمام. فكل صوت بيقول الحكايه من وجهه نظره، بيعبر عن تطور الاحداث من وجهه نظره، فما فيهاش فكره انه ان احنا البدايه والذروه والوسط والنهايه، لا يعني الكتابه مختلفه. طب انتهيتي بايه في الروايه؟ خلصتي بايه يعني؟ اللي ممكن تخلص بيه انت بتقدم الواقع اللي حاصل، بتطرح فيه رؤى يعني مستقبليه انه ممكن بالمصارحه بالمكاشفه بان الانسان يكتشف ذاته، بان البطل بطل الرحله يكمل رحلته. يعني اروى بعد 2013 عملت ايه بعد 30 يونيو؟ اروى زي ما قلت لك هي وقفت في مرحله وقالت انا محتاجه اقف واعمل هدنه، اخد زي كانها اخد اجازه اللي هو فتره استكانه، دي في رحله البطل بتبقى فتره الاستكانه اللي ممكن يكون بعدها انطلاقه لافاق احسن، وافاق اللي هو انت بتبتدي عارف زي المريض اللي بيبقى محتاج لشفاء، فبيبقى في فتره اللي هي فتره النقاهه، فانت بتستكين بتعيد حساباتك بتشوف بترتب نفسك زي ما الانسان بيرتب بيته في الداخل، لا هي بقى بترتب نفسها، بترتب اولوياتها، بتشوف يعني بتعمل مرحله تقييم لذاتها. طيب لما نيجي نقول مقامات الغضب وفرقها عن باقي الاعمال، دي اخر الاعمال. انا عندي استقاله ملاك الموت هي فيها فانتازيا، وعندي حسن الختام خيال علمي. اللي بيميز واعتقد انه حتى حسن الختام برضو كانت روايه لحظه، لانه فكره عن الاستنساخ اللي هي روايه علميه، انه ازاي والبطله حبيبه النحال ازاي هي لو عادت سيده واجرت عمليه استنساخ وهي اجرتها في الخارج في اسكتلندا في ادنبرا، المجتمع المصري هيواجه ده ازاي؟ ردود فعل حتى المسؤول الحكومي اللي بيسجل الطفله المستنسخه النسيخه، ايه اللي يحصل؟ شيوخ الدين، السياسه، برامج الاعلام، دايما في اهتمام برضه عندي بحكم يعني طبعاً العمل الصح. يبقى الاعلام محرك رئيسي وفاعل كبير في الامور كلها، فازاي المجتمع المصري يواجه مثل هذا الامر؟ المستحدثات، مفيش حاجه اتعملت سيناريو وحوار، مفيش حاجه اترجمت لاي حاجه بس في فكره حلوه يعني فيها كشف كده لكل طبقات المجتمع. ازاي انا عايزه اقول لك ان في الروايه بقى لا تتخيل كم خوف الرجال او الذكور من انه ايه ده، طب فكل واحد بيحاول يعمل زوجته بطريقه كويسه لانه ممكن ينتهوا كده، عشان كده هي حسن الختام يعني يستنسخ منه واحد تاني ويبقى لا مفيش استنساخ للذكور، الاستنساخ للاناث فقط، يعني ان المراه هي اللي بيتم اخذ الخليه منها، فالاستنساخ يعني المستنسخات هيكونوا نساء وليسوا رجال. طب يعني قبل ما نقفل الكلام في قصه مقامات الغضب، وانا عجبني جدا العنوان انه يعني المقامات ده لفظ موسيقي بيتكلم عن هي فعلا فيها التنويع الالوان المختلفه او الطبقات والتناغم المختلف. عايزه تقولي ايه يعني؟ انت عايزه تقولي ايه من اروى؟ يعني اللي هي ايه هي الرساله الهدف من الروايه؟
لا رصد الكل مصطفى يعني بصي مصطفى في الادب ما فيش حاجه اسمها رساله. ايوه بس في انت عايزه تقولي ان في رصد لجيل كامل. ايوه لكن انت مش عايز تقول انت بتعرض يعني دور الاديب والكاتب هو الكشف. انت بتكشف على الخبايا يعني ممكن تعبر عن نقطه يكون الانسان القارئ هو عايشها لكن مش قادر يبلورها. دور الكاتب انه بيعمل الصياغات اللي تقدر تخليك بتلمس معاك بتلمس مسائل معاك وجدانيا. لكن انا دور الرصد يعني انا ما عنديش لا بتطرح حلول ولا بتطرح. انت عين بتبين زي الكاميرا كده ما بتركز على موضوع معين. وبعدين الامور الاجتماعيه بطبيعه الحال بتاخد تطورات كبيره يعني هتلاقي في فتره زمنيه تظل مثلا قرن او اكتر هي سمات مرحله الخمسينات غير الستينات غير السبعينات الى اخره. لكن بيبقى مثلا وما بعد الالفيه الجديده فانت دورك بترصد بتقول بتعبر عن ناس بعبر عن مصطفى بعبر عن منا بعبر عن صفاء بعبر عن الطلبه اللي عندي في الجامعه الزملاء اللي في الاعلام. يعني انت بتقول روح اللحظه الراهنه ايه. ففي عشان بسلط الضوء بعمل كشاف عليه يعني ممكن حد يستلهم الفكره بمعنى انه ده كذا ده صح لا دي كان موقفها مش مظبوط ده انا كده فانا المصير بتاعها قد هي طول الوقت متلخبطه. واللخبطه دي والغضب دي طاقه انت بتستهلك نفسك بتستهلك طاقتك يعني حتى هي تقول دايما انا هي مش مصاصه دماء انا مصاصه طاقه انا امتص طاقه الاخرين. لانه انت طول الوقت هي مستنزفه وده هدر. يعني انا التسامح والمحبه والروح الطيبه وان الانسان يبقى في حاله صفاء وحاله سكينه وحاله تصالح مع نفسه ومع العالم ده اللي هو المناقض للغضب. ده هو اللي ممكن يبني الانسان. لكن الغضب انا اعتقد ان هي حاله من حالات الهدم يعني وهو اذا كنا سمينا مقامات الغضب فهو يعني للرصد لكن وليس للتشجيع. يعني احنا دايما معنى الانسان انت حين تغضب لا ترى. لكن كونك تسلط الضوء على حاله الغضب الموجوده اللي ممكن تكون نتيجه عوامل كثيره فانت بتقول لا ده لن يؤدي الى شيء لن يسفر عن شيء لن تكون هناك الغضب لا يؤتي الا ثمار غضب متزايد يعني متصاعد. طيب انا قبل ما نختم انا عايزه بس استغل وجودك معايا كزميله غاليه وتحكي لي بقى تواجدك في المعرض سريعا مش بس بروايه مقامات الغضب بالجزء الصحفي وباداره الندوات وباداره المؤتمرات واحتكاك كمان في التغطيه الاعلاميه. معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 55 يعني بشهاده انا سجلت مع عدد كبير جدا من الكتاب والادباء العرب. انا بعمل رساله في قناه الحياه حريصة على التسجيل مع ضيوف القاهرة ضيوف المعرض من الدول الأجنبية ومن الدول العربية. الكلمة اللي يعني اللي بيجمع عليها الناس مبهورة لدرجة يعني ناشرة من الدنمارك والمسؤولة عن المجلس الوطني لكتب الأطفال في النرويج عفوا مش الدنمارك النرويج هي اللي ضيف شرف المعرض قالت أنا لم أكن أتوقع هذا النظام. لافت انتباههم ضخامة المعرض ضخم جدا عدد الجمهور اللي هو يعادل دولة النرويج لما يبقى فيه يعني النرويج 4 مليون نسمة. فالنظام شديد جدا وملحوظ الإقبال الناس نفسها العرب عندهم بقى محبة مصر محبة القاهرة وأن القاهرة هي قلب يعني قلب العالم العربي لم تكن قلب العالم. أنا كنت مستضيفة بروفيسور نرويجي عامل عن كتاب عن نهر النيل وإزاي أن نهر النيل ده نهر التاريخ. كل الندوات كل الفعاليات فعاليات ضخمه جدا لا يمكن ان تشاهدها في اي يعني اي معرض دولي للكتب. انا زرت عده معارض دوليه لا يوجد هذا الحجم الضخم. يعني انا بقول لهم دي سفينه ضخمه جدا صحيح. جدا حشد احتفال عيد للمثقفين وعيد للثقافه مش المصريه بس انا بشوف ان هو عيد للثقافه الانسانيه بشكل عام سواء كانت مصريه او عربيه او عالميه. فانا يعني سعدنا بوجودك معانا احنا سعدنا بروايتك المتميزه وطبعا بتواجدك معانا. شكرا لوجودك معانا الكاتبه الدكتوره صفاء النجار نورتينا وشرفتينا وصباحك خير. شكرا للساده المشاهدين شكرا جزيلا ليكي.